طيب دلوقتي الحقيقة كنا عملنا يعني كده حوار مع شاب بيقلد الرئيس السيسي، والموضوع ده الحقيقة جاب له صداع كبير. هو ماجد موريس، فنان بتاع ستاند اب كوميدي، وكان داخل في مسابقة في طالب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وما أن يعني تناقلت وسائل الإعلام المختلفة واليوتيوب مسألة التقليد ده، حتى تم وصفه بأنه هو طالب ضد الانقلاب ما بين القوسين، يعني على حسب تعبير هذه التهمة. على كل حال هو ماجد بيرد بيقول إيه، تعالوا نتابع مع بعض أحمد عبد الصمد. أنا مبسوط إني هطلع مع أستاذ كبير صحيح زي أستاذ معتز الدمرداش، عشان نرد على الناس اللي بيتاجروا بالفن المحترم. هو صاحب الفيديو الذي أثار جدلا كبيرا بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن خلال دقيقتين اثنين على اليوتيوب استطاع ماجد موريس الوصول لأكثر من 250,000 مشاهد، والسبب تقليد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو ده المفروض مسابقة بتعملها أسرة عندنا في الكلية، هي ده سيزون 2 فابس جوت تالنت. أنا السنة اللي فاتت اشتركت موهبة الشعر، السنة دي قلت في الأول رثاء لزميلة لينا كانت مشتركة الله يرحمها، ابتديت بموهبة هي تقليد الممثلين والشخصيات العامة بشكل عام، مغنيين، ممثلين، رؤساء وكذا. خبطت كده على السيف العميد الباز، لا خبطت قلت لها يا سيف العميد أنا مشكوري كنتش بسعى اني اقلد شخصيه معينه عشان هي اللي تلفت الجمهور، كنت فاكر ان هي تعدي عادي، يمكن يقولوا لي يبقى في ريستريكشنز معينه ما تقلدوش، قلده، فكنت ساعتها يبقى في مناقشه، ولكن ما حطيتش في دماغي ولا ان هي يبقى رساله سياسيه، لان حتى ده ستاند اب كوميدي ملوش اي دعوه بالسخريه السياسيه. مسابقه استطاع ماجد من خلالها الحصول على جائزه الجمهور والتحكيم، لكن لكل نجاح اعداء، فبمجرد الانتهاء من المسابقة بدأت عملية الإتجار السياسي. الإتجار السياسي إن هو يتعرض على قناة معينة لها توجه معين، هي ليها هدف سياسي، يتنشر ويتحط مقالة إن ده تقليد لقائد الانقلاب في جامعة تابعة للدولة. أنا ما عنديش مشكلة إنهم قصوا الجزء، يعني بالطبيعة الصحفية إن هو ده الجزء اللي هيجيب أعلى مشاهدة، لكن اكتبوا التعليق الصح. الناس ساعد بقى إن هي تكمل تقول طب أنت مسيحي يبقى أنت مع أقباط ضد الانقلاب. هم حاولوا يتاجروا، والحقيقة مش بس ان الطائفة دي من او القوى السياسية الاخوانية بس هي اللي حاولت تتاجر، انا شايف ان كل واحد شايف من وجهة نظره السياسية هو تاجر بيه. بخفة ظل كعادته رد ماجد على المشككين في انتماءاته السياسية برسالة خاصة لبرنامج مصر الجديدة. حبيب قلبي عم معتز الدمرداش، حبيب قلبي، مصر الجديدة، مصر هتبقى احلى، هتبقى قد الدنيا يا عم. نسمع رأي الرئيس السادات، مهيب الركن، مهيب الركن. أنا جاي أتكلم عن الفيديو المنشور. الحقيقة في ناس استغلته ونفسها تعيد أحداث الزاوية الحمر دي، ناس بتنفخ في النار. أنا بحذرهم جميعا لأني للديمقراطية أنياب. سخرية وضعت كثيرا من الجدل، لكن ماجد استخدم الموقف الذي تعرض له لقياس ما يحصل عليه الشباب من حرية. احنا دلوقتي بنطالب بالحرية، والحكومة او النظام يعني بيعلن ان هو بيؤيد هذه الحرية. طيب هما بيعلنوا ده واحنا بنطالب بده، فامتى هيجي وقت التنفيذ؟ احنا محتاجين ان احنا كمواطنين ننفذ ده، وبعدين لو في رد فعل سلبي من النظام ساعتها نتكلم، لكن انا لحد دلوقتي مفيش اي مضايقات، مفيش اي حاجه، فبالتالي مفيش اي رد فعل سلبي رسمي من النظام. هي حريه راي وتعبير وخط من خطوط الحريه كتب له ان يرسم رغم محاوله التشويش عليه. احمد عبد الصمد، برنامج مصر الجديده، مع معتز الدمرداش.